خلونا نروح، وزي ما حضراتكم شايفين كده يعني دي كواليس طبعا داخل فندق او محل اقامه النادي الاهلي عشان نعرف اجواء الاستعداد لمباراه معنا كريم الاتحاد. احمد من فندق المباراه، برحب بيك يا كريم، مساء الخير. مساء الخير عليك زميلتي ساره، ومساء الخير على زميلي احمد، وان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد ويوم نصر على كل جمهور النادي الاهلي، واستطيع النادي الاهلي ان شاء الله باذن أنه الله. قول لنا كده يا كريم، اهداء لمؤمن زكريا باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. قول لنا كده، طبعا النهارده اجواء ممكن تكون مختلفه، اجواء ماتش الحسم عن اي مختلفه عن اي ماتش تاني، قول لنا كده اللعيبه معنوياتها عامله ازاي والاجواء عندك ايه؟ الحقيقه طبعا يعني معنويات مرتفعه بشكل كبير جدا للعيبه النادي الاهلي، الكل مركز عارف قيمه هذه المباراه بشكل كبير، زي ما اكدنا قلنا يعني نقطتين بتفصلنا علاقه ببطوله الدوري العام، لكن مع الحسابات هي 3 نقاط النهارده ان شاء الله يكونوا من نصيب النادي الاهلي. اكدنا قلنا اللقب يكون مهدا لمؤمن زكريا، والنهارده كمان يعني وصلنا باذن الله طبعا مع الفوز وصلنا الرقم 74، رقم عزيز جدا على كل جمهور النادي الاهلي طبعا وعلى الاهلاويه كلهم، ورقم الشهداء. فالنهارده يمكن هتكون حاله باذن الله معنويه مرتفعه لعيبه النادي الاهلي، لان الهدف واحد هو اسعاد كل جماهير النادي الاهلي. الاجواء هنا كالعاده في فندق الاقامه اجواء اكثر من رائعه، الهدوء طبعا في فندق الاقامه امر مميز جدا. لعيبه النادي الاهلي اجتمعت عقب انتهاء طبعا يعني ندور وجبه الغداء، الكل حفز بعضه، الكل اتكلم على اهميه اليوم النهارده اللي ان شاء الله باذن الله يكون كل الظروف مهيئه لفريق النادي الاهلي، مباراه غايه في الصعوبه، عندنا طبعا غيابات عديده، وايضا كمان على الطرف الاخر طبعا كابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عنده اوراق فنيه كبيره جدا، بيملك ايضا كمان يمكن لعيبه مميزه جدا عندها سرعات، لكن النهارده ان شاء الله مستر نيني فايلر مع رؤيته الاخيره للفيديوهات والمباراه الاخيره للاتحاد السكندري باذن الله النهارده يكون موفق، ويستطيع ان يختار تشكيل مميز ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع بيه ان يحصل على 3 نقاط اللي هيفرقوا بشكل كبير جدا معانا، ونقدر بقى نركز بشكل كبير في البطوله الافريقيه، الهدف الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. خلاص اقدر اقول لك يمكن اقل من 10 دقائق وتكون المحاضره الفنيه الاخيره لمستر نيني فايلر هو هنا في فندق الاقامه، محاضره زي ما اكدنا قلنا بتكون 5 دقائق فقط لغير 7 و5 مباشرة. مباشرة هيتوجه فريق النادي الاهلي لاستاد برج العرب ليستقبل هذه المباراه باذن الله. طبعا يعني بنتمنى بقى دعوات كل جمهور النادي الاهلي ودعواتك يا ساره ودعوات احمد باذن الله النهارده يكون يوم تتويج ويوم سعاده ويوم نصر كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي. كريم تكلمنا اليوم مشي ازاي النهارده بالنسبه للعيبه، يعني زي ما هو يوم خاص جدا والجمهور بيتعامل مع ماتش الاتحاد على انها مباراه يعني في غايه الاهميه، ازاي الفرقه وازاي الجهاز الفني تعامل مع اليوم النهارده استعدادا لمباراه الاتحاد؟ يعني نقدر نقول طبعا هو اليوم الاعتيادي قبل كل مباراه، الفطار صباحا 10 صباحا، وجبه غداء بتكون 2 ظهرا، يمكن اللعيبه زي ما بقول لك اجتمعت عقب انتهاء وجبه الغداء. النهارده كمان يمكن في امر مهم حابين نتكلم عليه، ان في عدد من اللاعبين اللي خارج القائمه متواجدين، يعني النهارده متواجد حسين الشحات، محمد محمود، كريم ندفد، منتظرين كمان يكون صالح جمعه وسعد سمير متواجدين كمان في هذه المباراه. زي ما اكدنا وقلنا هو يوم تتويج، فالكل لازم يكون حاضر يحضر الفرحه الكبيره اللي بنتمناها النهارده ان شاء الله تكون مع فريق النادي الاهلي. اليوم كان ماشي بشكل رائع ومميز جدا، وخلاص يمكن اقدر اقول لك اليوم بينتهي، يمكن كمان يعني الامن الخاص بحافله النادي الاهلي تواجد واستلم خلاص حافله النادي الاهلي، انت عارف يمكن 5 دقائق بتفصلنا عن استاد برج العرب، الفندق قريب جدا من استاد برج العرب لاستقبال هذه المباراه. اليوم زي ما باكد كان اكثر من رائع، وبنتمنى بقى يعني الاداء كله والحماس كله والجديه وشخصيه النادي الاهلي كل الامور دي تبان النهارده ان شاء الله في مباراه اليوم، بناكد ان شاء الله باذن الله لعبتنا ثقتنا كبيره جدا فيهم ان شاء الله باذن الله يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي. زميلي احمد زميلتي ساره بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا كريم احمد من داخل الفندق محل اقامه طبعا النادي الاهلي واستعدادا لماتش الاتحاد، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسه. وبالمناسبه الحقيقه يمكن بناكد على فكره انه النهارده يعني تحسبا ان شاء الله انه الاحتمال الاكبر ان الاهلي يحسم البطوله ان شاء الله النهارده، حتى اللي كانوا غايبين عن الاهلي بقى لهم فتره كبيره زي ما كريم بيقول هيكونوا موجودين ان شاء الله في الملعب عشان ان شاء الله نحتفل او تحتفل الفرقه كلها، يعني النهارده ندفد موجود، سعد سمير، الشحات، صالح جمعه، وصالح جمعه ان شاء الله، ومحمد محمود هيكونوا موجودين مع الفرقه ان شاء الله عشان لو احتفلنا النهارده ان شاء الله بيفوز النادي. لسه طبعا مكملين التغطيه لمباراه الاهلي والاتحاد، وان شاء الله اللعيبه ترجع من اسكندريه بالدوري باذن الله واحنا حاسمين اللقب.